السلام عليكم. كن قويا، لا تنحني، هناك من يتكئ عليك. تلك العبارة على الرغم من عمقها غير أنها تحمل بعض القسوة، وربما تسلب حق الشخص بأن يلتفت لنفسه، لحياته، ولأشياء تسعده. يقرر أن يتغاضى عنها أو ينساها في زحمة الأيام من أجل أن يظل عكازا لكل من يعرفه ويعتمد عليه. في الحياة أشخاص يعيشون حرفيا لغيرهم، ودفعهم لذلك طيبتهم، تسامحهم، إخلاصهم، محبتهم لمن حولهم. لا يرونها سوى بالعطاء المتواصل دون توقف، حتى وإن تخلوا على راحتهم واحتياجاتهم وسعادتهم في سبيل إرضاء من يحبون وتحقيق متطلباتهم. لكن أحيانا تأتي بعض اللحظات كالعواصف وكأنها صفعات توقظ كل شيء، لتجتاحهم تساؤلات كثيرة عن الحال الذي وصلوا إليه من استنزاف أو انكسار أو شعور بظلم أنفسهم أو التهاون في حقها. القوة لا تعني أبداً أن نبقى واقفين للأبد، وكأنه ممنوع علينا أن نتعب أو نرفض أو نختار في بعض الأوقات ما يريحنا أو يسعدنا، حتى وإن تعرض قليلاً مع دورنا في الحياة كعكاز يستند عليه من حولنا. مهما كنا أقوياء وحاولنا الاستمرار على هذا الحال، سيأتي يوما لا محالة سنشعر فيه أننا مستنزفون، غير قادرين على العطاء بالطريقة نفسها. في بعض الأوقات يتوجب علينا أن نأخذ قسطا من الراحة لنفكر في أنفسنا، في احتياجاتنا الجسدية، النفسية، العاطفية، حتى يمكننا الاستمرار. المهم هو الاستمرار. فلله در من سخره الله ليكون سندا للآخرين. والله يحفظكم ويحفظ غيركم.